بالحديث أكثر، ينضم إلينا أو لمعرفة أكثر تفاصيل وأبعاد هذه الكلمة معنا مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو حسين مشيك. مرحبا بك حسين. حسين، تضعنا بصورة ما تطرق إليه أيضا وزير الخارجية سيرجي لافروف وحول حيثيات هذا المعهد وهذا اللقاء ما بين هذه الشخصيات. نعم أمل، أنا الآن أقف في مقر انعقاد منتدى فالداي بنسخته 13 للشرق الأوسط. وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف قدم عرضا تفصيليا لوجهة النظر الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسط وخاصة لما يحدث في الأراضي الفلسطينية. لافروف أكد على أن التوتر الذي يشهده الشرق الأوسط هو بسبب الأزمة الفلسطينية وبسبب أيضا عدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الجانب الإسرائيلي على إقامة دولة فلسطينية. حمل لافروف مسؤولية ما يحدث في الشرق الأوسط إلى الإدارة الأمريكية والسياسة الأمريكية المتتالية منذ عقود. لذلك لافروف أشار إلى أن الشرق الأوسط لن يستقر إلا بعد إقامة دولة فلسطينية. أيضا لافروف تحدث عن أن بلاده طلبت هدنة إنسانية لكن لا أحد استجاب إلى هذا الطلب. وأيضا وصف لافروف موقف مجلس الأمن الدولي بالضعيف، كما أيضا تطرق لافروف إلى الوضع في سوريا وأشار إلى أنه يجب حل الصراع في الأراضي السورية وأيضا يجب أن يجلس الجانب السوري والجانب التركي على الطاولة واحدة وإنشاء وإقامة المفاوضات بينهما. إذن هي وجهة نظر روسية اليوم قدم عرضا تفصيليا عنها وزير الخارجية سيرجي لافروف بخصوص الشرق الأوسط. الجميع يعلم بأن روسيا تعيش حالة صراع مع الغرب ولا سيما منذ بدء العملية العسكرية في 24 من فبراير 24 من 2022 وأيضا العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا أجبر روسيا على التحول إلى منطقة الشرق الأوسط. النظرة الروسية إلى هذه المنطقة تأتي عبر إقامة الاستقرار وأيضا المساهمة في حل الأزمة الفلسطينية، لطالما أن روسيا تعتبر بأن القضية الفلسطينية هي القضية الأساس لإقامة الاستقرار وأيضا لتحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط. لذلك حسب وجهة النظر الروسية يجب الجلوس على الطاولة بين الفلسطينيين في البداية ومن ثم أيضا مشاركة الدول العربية في اللجنة الرباعية من أجل تحقيق شروط إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. هكذا هي وجهة النظر الروسية. نترقب بعد قليل مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، لربما لافروف يقدم بعض النقاط في العرض التالي أو لربما بعض النقاط لوجهة النظر الروسية أيضا. نعم. لما يخص الشرق الأوسط. أشكرك على كل هذه الإحاطة مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو حسين مشيك، شكرا لك.